بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 69. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث انتهينا في الحلقة السابقة من بيان شروط وجوب الحج وأحكام النيابة فيه وما ينبغي للحاج أن يتحلى به من كريم الخصال وطيب الأقوال والأعمال، والآن نتحدث إليكم إن شاء الله عن بيان المواقيت التي إذا مر بها الحاج في طريقه إلى مكة لا يجوز له أن يتعداها بدون إحرام. فالمواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها. اعلموا وفقني الله وإياكم أن للحج مواقيت زمنية ومكانية. الزمنية ذكرها الله تعالى بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بحجه من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. وأما المواقيت المكانية فهي الحد الذي لا يجوز للحاج أن يتعداه إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرق. لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لبيت الله الحرام. وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 مرحلة. وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، يبعد 2 مرحلة عن مكة. وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، بينه وبين مكة 2 مرحلة. فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة. ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج وللعمرة، إلا أهل مكة فإنهم يحرمون للعمرة من خارج الحل. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة للحج ويحرم للعمرة من الحل. ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذى الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، وهذا خطأ عظيم، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام، فمن أحرم منها فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، فيكون عليه فدية.
وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فيجب التنبه له. فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، فيقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة، ولا أتمكن من كذا وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في النسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس. فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حال الميقات أو قبله بقليل، وهذا أمر ميسور ولله الحمد لا يحتاج إلى كلفة. ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته. ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه. فإن لم يرجع وأحرم من دونه من جدة أو غيرها، فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. أيها المستمعون الكرام، يجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة. يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم، فإن الله جعل هذا البيت معظما، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل المواقيت فناء للحرم، وأمر الله بتعظيم هذا البيت وتعظيم هذا الحرم، وذلك بالإحرام عند القدوم عليه لأداء النسك. فيجب تعظيم ما عظمه الله وأمر بتعظيمه بالكيفية التي شرعها سبحانه، وهي الإحرام من المكان المحدد. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.